من أم درمان مع الدكتورة نضال هشام ياسين وهي رئيس كتلة معا ننقذ وطن. دكتورة نضال، اطلعينا على ما يدور داخل القطاع الطبي إن كانت لك معلومة حاسمة قاطعة بشأن هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة الحقل الطبي في الخرطوم ينقصه كثير من التعدير الطبي ومن المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات الأولية، كما أن الوصول إلى المستشفيات بات صعبا ويتعذر جدا في ظل إطلاق النار الكثيف المدوي. إلى الآن عملت مجموعة من الكوادر الطبية والروابط على إنشاء عيادات ميدانية داخل الأحياء، كما أن مجموعة من الكوادر الطبية لديها مجموعات ولينكات لتخبرنا عن المستشفيات التي بها كوادر طبية أو التي أصلا تستقبل المرضى. في البدء للأسف الشديد بنك الدم المركزي يوجد به نقص حاد في عينات الدم، ولا يوجد متبرعين للتبرع بالدم، كما أن الإسعاف يتعذر تحركه في كل شوارع الخرطوم وأم درمان وبحري. لكن رغم كل ذلك الأطباء في السودان وكل الكادر الصحي يؤدون واجباتهم على أكمل وجه. نذكر المستشفيات التي تستقبل حالات مرضية للحالات الطارئة. أولا مستشفيات الخرطوم، واحد جبل أولياء، إبراهيم مالك، التميس، بشاير، كما أن المستشفيات الخاصة التي يعني فاتحة وتستقبل عدد من المرضى الآن، مستشفى رويال كير، الفيصل، فيبيل، إمبريال. أما في محلية أم درمان فمستشفى أم درمان التعليمي يستقبل الحالات الطارئة، كما أن مستشفى أم بدة، النو، السروراب، الجزيرة، إسلانج. في الكدرو مستشفى الريحان عليه ضغط عالي من المرضى وقلة الكادر الصحي، حتى أن بعض الأطباء لن يستطيعوا الذهاب إلى صيدلياتهم أو إلى عياداتهم للوضع المتأزم جدا يعني. طيب دكتورة، نعم دكتورة نضال، كنا في اتصال كالمتابعة المستمرة مع أحد ضيوفنا من قلب العاصمة السودانية الخرطوم، وقال أن الحركة عادت بشكل طبيعي، هل هذا دقيق؟ هذا ليس دقيق بالكامل. الحركة منذ لها 3 أيام لم تعد إلى حالتها الطبيعية، لأن كل الطرفين لم يتوقفوا عن إطلاق النار. ما ممكن إحنا نقول في حركة انسيابية ووقف النار مستمر، يعني حتى المواطنين حالتهم بتكون يعني ما في أمان لو أصلا متواجدين في الشوارع. فأنا خليني أكمل لك باقي المستشفيات الشغالة في العاصمة. مستشفيات الأطفال، أحمد قاسم، البلوك، أبو سعيد، محمد الأمين، كما إنه المستشفيات اللي عندها مراكز لغسيل الكلى في جزء منها كثير يتوقف للأسف الشديد لأنه انقطاع التيار الكهربائي في الخرطوم. نذكر منها مستشفى رويال كير، أقصد مستشفى بستكير، مستشفى بستكير في اللاماب الوقود نفذ منه تماما، كما أن المستشفى الدولي يعاني من انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود لأن الكهرباء منقطعة في تلك المنطقة. مستشفى يستبشرون للأسف الشديد توقف عن غسيل الكلى لأنه أحد الكوادر الطبية أصيب برصاص. الآن أنا أقول لك الوضع في خرطوم وأم درمان وبحري الطبي ينقصه كثير من الكادر الطبي، الإسعافات الأولية، الأدوية المنقذة للحياة، عدد كبير جدا من الصيدليات مغلقة يعني إلا ما ندر. الآن في الجروبات يعني تكونت من قبل المواطنين ومن قبل الكادر الطبي، لكن لا تكفي، يوجد عدد كبير من الجثث حتى في الشوارع يعني من كل الأطراف. الدانات الآن تفجر منازل المواطنين، عدد كبير من الأسر يعني ما أقدر أقول لك إنه الأسرة كاملة منزلهم وقع فيهم. يعني أنا أتحدث لك عن وضع يكاد يكون كارثيا صحيا ومن كل النواحي. طيب حتى الممرات الآمنة التي يعني يلتزم الطرفين بها ما شايفين ممرات آمنة، لأنه لحد الآن المرضى ما قادرين يمشوا المستشفى، كما إنه في عالقين في المستشفيات ما قادرين يرجعوا منازلهم.
وهذه الممرات الآمنة كيف نعم دكتورة نضال لو تكرمتي، ما هي الوسيلة التي تخاطب بها الجهات المعنية بفتح المسارات الآمنة؟ مواعيد فتح هذه المسارات الآمنة؟ أين على المواطنين أن يتوجهوا؟ كيف يتم توجيه النداءات الإعلامية إلى جموع الشعب السوداني الآن في ظل الانقطاع والحصار والتذبذب في وسائل الإعلام الناقلة للتصريحات الرسمية الموثوقة؟ طبعا الممرات الآمنة نسمع عنها فقط في الإعلام، لكن في أرض الواقع الممرات كلها ليست آمنة. يعني أنا أقول لك من أرض المعركة زي ما بقولوا، الممرات كلها ليست آمنة على المواطنين، لأنه يمكن يجي قصف من أي اتجاه، ممكن تجي دانة من أي اتجاه، الشوارع غير آمنة تماما. لكن المواطنين أنفسهم، أي شخص في أي منطقة من مناطق العاصمة إذا كان لديه طريق من آمن فإنه يدل المواطنين عبر السوشيال ميديا. للأسف ما في أي وسيلة إعلام غير السوشيال ميديا والناس تتصل على بعض، غير كده يعني ما في طريقة معروفة حتى الناس تعرف بها الطرق والممرات الآمنة. في على تلفزيونات السودان وعلى كل القنوات المحلية ما في طريق معروف حتى المواطنين يتخذوه مسلكا آمنا، إلا إذا كان أحد المواطنين مر عبر طريق ثم أشار إلى إخوانه عبر السوشيال ميديا أو عبر الاتصالات الهاتفية فقط. يعني إذا أنا شاكر لك دكتورة نضال هشام ياسين، وأنت رئيس كتلة معا ننقذ وطن، إذ كنت معنا عبر الهاتف من أم درمان. شاكر لك هذا الإطلاع الأولي على حال الحال الجانب الطبي داخل السودان أو مستشفيات الخرطوم كما تفضلت بالتخصيص لذكرها.